وينضم إلينا الآن الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة. أهلا بك دكتور محمد فهيم معنا. يعني بالحديث عن التغيرات المناخية، أهمية توافر المعلومات والبيانات أولا يعني مواجهة التغيرات المناخية في مجال الزراعة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لحضرتك. كلمة التغير المناخي أو الكلايمت تشينج ما هي إلا معلومات. نعم. يعني بحكم إنه تغير، فهو تغير من وضع إلى وضع آخر. هذا التغير يستلزم لتتبعه ومعرفته أن يكون هناك معلومات وبيانات. هذه المعلومات والبيانات لها علاقة كبيرة بظروف المناخ نفسها اللي هتتغير، يعني الحرارة، كيف سيكون اتجاه الحرارة، الرطوبة، الأمطار، الظواهر المناخية الجامحة الأخرى ذات التقطيع، أو حتى الظواهر اللي لها علاقة بدول تانية غير مصر زي حرائق الغابات، زي ذوبان السلوك. كل هذه المظاهر ما هي إلا معلومات، وبدون توفر المعلومات والبيانات لن نستطيع أن نعرف اتجاه هذا التغير. أنا عاوز أعرف المناخ هيتغير لأي اتجاه حتى يكون هناك المقابل، ما هو الإجراء المفروض أن يتبع مع هذا التغير. فلذلك موضوع المعلومات والبيانات هي حتى في علم تغير المناخ، موضوع المعلومات والبيانات هو رقم واحد، هو العلم الأساسي اللي أقدر بناء عليه أبني خطط التكيف والأقلمة والتخفيف والمرونة وكل ما يتعلق بتغير المناخ. طب دكتور محمد، بتوافر البيانات والمعلومات والاستخدام التكنولوجيا في هذا المجال، ما هي الصورة المرصودة لديكم بالنسبة لتغير المناخ ويعني تأثيرها بشكل أو بآخر على قطاع الزراعة؟ تغير المناخ بالنسبة لقطاع الزراعة أو ما هو مرصود منه، هو اتجاه الزيادة في درجة حرارة الكرة الأرضية إلى الدرجة والنصف على مستوى حجم وكتلة الكرة الأرضية كلها. ما يخص مصر في هذه التغيرات هو زيادة في الموجات والتقلبات المناخية الجامحة أو ما يسمى بالتقلبات في الطقس. لو حضرتك ملاحظة إن أصبح حتى حزام الأمطار اللي كان متعودين عليه في مصر في عشرات السنين اللي فاتوا تغير. ملاحظ ان اصبح في مناطق كانت بعيده تماما عن الامطار بدا يتساقط فيها امطار زي اسوان وجنوب الوادي وغيره. المناطق حتى اللي كانت متعوده على الامطار زي الاسكندريه وكانت الامطار بتوزع فيها على الثلاث اربع شهور بتوع الشتاء، ممكن الامطار تتساقط في يومين ثلاثه بكميات كبيره فوق استيعاب حتى البنيه التحتيه الموجوده في المدن. عشان كده بنلاقي احيانا ان في مشكله في تصريف المياه. الدوله المصريه بدات تاخد اجراءات معينه حتى على مستوى المدن قبل الزراعه، انها تفكر جديا في اجراءات من خلالها نقدر نسيطر على هذه التغيرات. فكان اخر هذه الاجراءات، هو اجراء مهم جدا بالمناسبه، ان يتم انشاء شبكه لتصريف مياه الامطار منفصله عن شبكه الصرف الصحي، ودي اللي كنا بنحلم بيه بصراحه. فبداوا باسكندريه، واتمنى ان يكون في كثيرا من المتوقع ان تكون في عرضه لتساقط الامطار. بالنسبه لقطاع الزراعه، هو اكثر القطاعات عنده حساسيه لهذه التقلبات. قطاع الزراعه في مصر هو قطاع قديم، المحاصيل المزارعه والاصناف حتى لو كانت حديثه هي بمواعيد الزراعه، بالممارسات التي يعرفها المزارع، حتى بالتوصيات والاجراءات التي يقوم بدراستها الباحثون الزراعيين. رغم ذلك التسارع في تغير المناخ، التسارع في التقلبات الموجات الحراريه الطويله في الصيف، الموجات البارده زي احنا في موجه بارده طويله دلوقتي، كميات الامطار التي تتساقط احيانا في مواعيد متقاربه، كل هذه المظاهر من تغير المناخ تستدعي أن يتم في المقابل تغيير لممارسات المزارع وتغيير لكثير من الإجراءات الموجودة على الأرض. وده اللي بيحصل، أن مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة يقوم يوميا بإصدار نشرات تحذيرية، بنشرات وتوصيات لكل مزارعي مصر من الأسكندرية شمالا حتى أسوان جنوبا، لكل التراكيب المحصولية توصيات لها علاقة بما هي الإجراءات التي
يجب على المزارع والفلاح ان يكون بها يوميا، والحمد لله في استجابه كبيره من المزارع. بس حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، مساله يعني الممارسات الزراعيه اليوميه، ممارسه الفلاح بشكل يومي لابد ان تتغير باختلاف التغير المناخ الان. واتكلمت حضرتك عن النشرات اليوميه اللي بتصدروها في المركز، كيف يمكن رفع وعي الفلاح المصري وتوصيل هذه المعلومات اليه بشكل مبسط وشكل عملي وحقيقي على ارض الواقع لكي يعني يستطيع مجابهه تاثير هذه التغيرات المناخيه على محصوله؟ رفع وعي المزارع المصري خلال ما يراه بعينه. التقلبات التي تحدث في المناخ وفي الطقس غيرت كثير من مفاهيم المزارع، ولعل تكثيف التوصيات والتحذيرات التي تصدر من كل معاهد ومراكز وزارة الزراعة تصل للمزارع عبر كل الوسائل. يعني لدينا قناة زراعية تعمل على مدار قناة تلفزيونية زراعية تعمل على مدار 24 ساعة. يوجد وسائل أخرى للوصول للمزارع، يعني يوجد بعض المشروعات اللي بتبث التوصيات في صورة رسائل نصية قصيرة على تليفونات الناس في كثير من المناطق. يوجد توصيات توزع على مديرات الزراعه وعلى الادارات الزراعيه وعلى الجمعيات الزراعيه يصل منها جزء الى المزارعين. الاخر المزارع المصري الان عنده مبدا اختلف تماما، انه اصبح يوميا يستمع الى نشرات الارصاد والى التوصيات المرتبطه بهذه التوصيات قبل ان يبدا عمله في اليوم التالي. ليه؟ لانه شاف ان بدا يحدث فعليا تغير كبير في ظروف الطقس وفي المناخ، فأصبح مؤهل نفسيا انه يتعامل مع هذه القضيه. طبعا مهم جدا ان نصل لكل مزارع في مصر، بحيث لا قدر الله لو حدث اي مشكله في الطقس او في المناخ ما لا يترتب عليها مشكله في المحصول بتاعه، لان هو بيزرع وبيبذل جهد وبيصرف من جيبه طول الموسم عشان الاخر ما يحصلش مشكله في المحصول بتاعه، وده فعليا اللي بيتم دلوقتي. ولكن خلينا نتكلم نقول كمان مره ان تغير المناخ حتى مع كل هذه الجهود التي تبذل ما زال تغير المناخ هي قضيه كبيره، تاثيراتها كبيره، تحتاج الى دعم كبير من كل المؤسسات، وده اللي مصر هتنجح في الكوب في المؤتمر الاطراف القادم في شرم الشيخ ان شاء الله 27، انها ترسي قواعد مهمه جدا للتعامل مع هذه القضيه. طب اتكلمت عن نقطتين مهمين، مسألة السيطرة على التغيرات المناخية ده مسار، والمسار الثاني هو التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية التداعيات الحالية. ما هي يعني سياسة وزارة الزراعة وهي المعنية يعني مجابهة يعني التداعيات الخاصة بالتغيرات المناخية في مجال الزراعة وليس في مجال السيطرة على التغيرات المناخية؟ ما هي سياسة الوزارة في هذا المجال؟ تمام كده، ده سؤال كويس جدا. قطاع الزراعة هو قطاع غير مدر لغازات الاحتباس الحراري، لا يحدث عن الأنشطة الخاصة بالزراعة غازات احتباس حراري إلا بنسبة قليلة بالمقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى حتى في مصر زي نشاط الطاقة والنقل وغيره. ورغم ذلك يوجد بعض الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لها جانب إيجابي ثانوي، وهو التخفيف أحيانا من غازات الاحتباس الحراري. خلينا نتكلم على إيه هي الإجراءات اللي بتقوم بها الوزارة فيما يخص الحد من التأثيرات السلبية. لو جينا نشوف إيه هي التأثيرات السلبية، هو الارتفاع في درجات الحرارة في الصيف، أو الانخفاض في درجات الحرارة في الشتاء، أو الأمطار، أو الظروف الجامحة الأخرى. وزارة الزراعة بمراكزها البحثية الآن وباستمرار تقوم باستنباط أصناف محصولية لها علاقة بتحمل تداعيات تغير المناخ، يعني قصيرة العمر، متحملة للجفاف، متحملة للأمراض والآفات، وهو أحد العوامل المهمة المرتبط بتغير المناخ. مع تغير المناخ بتزيد حدة انتشار الأمراض والآفات التي تسبب مشاكل المحاصيل، فمعظم الأصناف المحصولية التي يتم استنباطها وإنتاجها في مراكز البحوث في وزارة الزراعة هي أصناف قصيرة العمر، بتوفر كتير من الوقت، بتوفر كتير من حتى المياه، وبتهرب من الإصابة، وأحيانا بتهرب من ظروف مناخية طارئة. يعني مثلا لو ادينا مثال بسرعة، أصناف القمح الموجودة الآن لا يتجاوز وجود مكتها في الأرض أكثر من 150 يوم، الأصناف القديمة كانت بتقعد 180 يوم، لو الأصناف الحالية بتقعد 180 يوم دائما وأبدا بيخش علينا حاجة اسمها صيف مبكر،
الصيف المبكر له تاثيرات كبيره وتاثيرات سلبيه كبيره على القمح. فالحمد لله معظم اصناف القمح بتنضج ويتم حصادها قبل ما يخش الصيف الحقيقي في مصر، فده في حد ذاته هروب من مشكله زياده الحراره في نهايه موسم القمح اللي بياثر على انتاجيه القمح كتير. ده على سبيل المثال. حتى المثال الثاني برضه في القمح، ان قصر عمر الاصناف اللي تم استنباطها من خلال وزاره الزراعه ادت الى هروب القمح من مرض كان خطير اسمه مرض طبق الطاق، وده بيجي دايما في نهايه مايو يونيو بيكون القمح في مصر اتشال، وهكذا المحاصيل كتير، الذره والفول البلدي والقطن والارز وكل المحاصيل. طب فيما يتعلق بمجابهة المياه، مخاطر المياه، برضو محتاجين استنباط سلالات تتعامل مع المياه بشكل مختلف، تحتاج مياه أقل أو يعني أسلوب ري مختلف. بنفس الطريقة زي ما قلت لحضرتك، أن الأصناف المستنبطة هي قصيرة العمر. قصيرة العمر معناها أنها بتوفر ري أو ريتين أحيانا، أو بتوفر كمية مياه ممكن تصل ل 20% من الاستهلاك المائي لنفس المحصول. ده بالنسبة للأصناف. وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الري الآن وبرعاية من مجلس الوزراء يقوم بالإعداد لتنفيذ مشروع قومي لتحديث منظومة الري في أراضي الوادي والدلتا اللي هي الأراضي القديمة اللي ما زالت معظمها بيروى بالغمر، وطبعا ده ضغط كبير على الموارد المائية لمصر. فالوزارة بصدد تنفيذ هذا المشروع على مستوى الأراضي القديمة، وده بحد ذاته مش بيوفر مياه فقط، ده توفير الماء ده اخر حاجه، ده بيوفر للمزارع اسمده ومستلزمات انتاج ومكافحه حشائش، وبيوفر عليه كتير من العماله وكتير من تكاليف الانتاج، وفي النهايه بيوفر ميه حتى للمزارع كمان، لان الريات دي لها ثمن ولها تكلفه. فمشروع تحديث وتطوير منظومه الري ده من ضمن المشروعات القوميه الكبيره اللي بتقوم بالاشراف على تنفيذها وزاره الزراعه بالتنسيق مع الوزارات المعنيه الاخرى، وده ان شاء الله يعني لا يقل أهمية أبدا عن تبطين الترع اللي بيتم تنفيذه الآن. تبطين الترع مع تحديث منظومة الري هيؤدي إلى القضاء على كثير من المشاكل حتى المزمنة بعيد حتى عن تغير المناخ كمان في مصر تستعد بقوة لمؤتمر أطراف المناخ اللي هو COP27 في نهاية العام الجاري، وجميع القطاعات والوزارات المعنية بتستعد لهذا الحدث المهم على أرض مصر. كيف تستعد وزارة الزراعة لهذا الحدث الهام COP27؟ زي ما قلت لحضرتك، وزارة الزراعة بتستعد بحزمة كبيرة من الإجراءات اللي لها علاقة بالإجراءات اللي لها علاقة بالحد من آثار تغير المناخ. وزارة الزراعة بتتعامل مع حجم كبير جدا من الأراضي المزارعة، يقارب ال 10 مليون فدان، تتعامل مع عدد كبير جدا من المزارعين، أكثر من 7 أو أكثر من 6 مليون حيازة، ومزارعين وأسرهم يتجاوزوا ال 20 مليون فرد، بتتعامل مع كل هذا الكم. فبالتالي ما تقوم به وزارة الزراعة تجهيزا وإعدادا لخطة استراتيجية واضحة للتعامل مع تغير المناخ تشمل كل ما يتعلق بتغير المناخ من ناحية تقدير وتحديد التأثيرات وإجراءات التكيف والأقلمة، بالإضافة إلى إجراءات التخفيف الثانوية من حتى من تغير المناخ. كل هذه الحزمة ستقدم ملف من ضمن الملفات التي تقوم الدولة المصرية بإعدادها تمهيدا لتنفيذ او لعقد مؤتمر الاطراف القادم، لكي تقدم الدوله نموذج يحتذى به لكل الدول بما فيها الدول المتقدمه بالمناسبه. وده احد الامور الايجابيه جدا في مؤتمر الاطراف القادم، ان مصر بتعد نموذج يحتذى به فعليا حتى على مستوى اجراءات التخفيف. مصر ليس لها اي علاقه بغازات الاحتباس الحراري الا بنسبه ضئيله جدا، ورغم ذلك تقوم الدوله بجهود كبيره في هذا الاطار، من ناحيه الطاقه النظيفه، من ناحيه تاهيل وانشاء محاور وطرق لتسهيل التنقل وتخفيف من غازات الاحتباس الحراري الناتجه عن عوادم السيارات وغيره. فهي ستكون حزمه متكامله من كل الوزارات ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزاره الزراعه.